ومن المسجد الحرام من مكه المكرمه يلتحق بنا موفد الاخباريه خالد اليحيوي مساء الخير خالد ابدا معك يعني خالد اليوم ادى اكثر من مليوني مصلي صلاه الجمعه بالمسجد الحرام كيف تعاملت الاجهزه الامنيه مع حشود الحجاج والمصلين؟ تفضل خالد نعم اسماعيل اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام ربما الكل تابع من خلال النقل المباشر لصلاه الجمعه عبر شاشة قناة القرآن الكريم التي يتابعها ملايين المسلمين هذه الأجواء الإيمانية التي عاشها حجاج بيت الله الحرام هنا في رحاب المسجد الحرام كان متوقعا من خلال لقائنا بعدد من القيادات الأمنية المسؤولة عن الأعمال التنظيمية والأمنية في خدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة وفي مكة المكرمة تحديدا كان في الحسبان ان هذا اليوم سيكون فيه اكثر من مليون وأربعمائة الف حاج من خارج المملكه قدموا لاداء فريضه الحج في هذا العام، واستكملوا وصولهم الى المسجد الحرام والى مكه المكرمه. وايضا ستمائة الف تقريبا او اكثر من ستمائة الف كانوا من داخل مكه، وايضا من حجاج الداخل الذين انضموا الى حجاج الخارج الذين وصلوا الى مكه المكرمه، فكان هذا اليوم هو احد الأيام التي تدلل على انطلاقة موسم الحج بشكل كبير وتجمع ضيوف الرحمن في هذه الأجواء المفعمة بالإيمان الحمد لله كل المؤشرات من خلال لقاؤنا نعم. بعدد من القيادات وأيضا في غرفة المراقبة الرئيسية كان هناك سيابية واضحة جدا كل القطاعات الامنيه المشاركه والجهات المعنيه بخدمه ضيوف الرحمن في المسجد الحرام كما تلاحظون انه حتى بعد بعد نهايه صلاه الجمعه تحديدا تطلب تفويج وخروج الحجاج من المسجد الحرام وانتشارهم في ارجاء مكه المكرمه ما يقارب 45 دقيقه فقط بعدها عاد الهدوء عادت يعني الاماكن فارغه كما تشاهدون الان نحن في احدى الساحات في المسجد الحرام يعني الحمد الانسي... للح... نعم خالد يعني الانس... الانسيابية اللي تحدثت عنها واقصد هنا يعني كيف كانت الحركة المرورية من والى المسجد الحرام خالد الحركة المرورية كان هناك تنظيم جدا مهم وغاية في الأهمية أوقفت حركة المرور في المنطقة المحيطة بالمسجد الحرام وكانت كانت الطرقات المحيطه بالمسجد الحرام هي مخصصه فقط للمشاه الذين تدفقوا على المسجد الحرام منذ ساعات مبكره من صباح هذا اليوم ايضا كان هناك انا وقفت على احدى الحالات التي كانت تقدم لها الخدمات الطبيه الاسعافيه من خلال بعض الحجاج وهذا يدل على ان الخدمات ايضا كانت مهيئه وفي الحسبان ارتفاع درجه الحراره مع انه اليوم الحمد لله الاجواء لطيفه ولله الحمد في المسجد الحرام ببعض الاجواء الغائمه جزئيا في مكه المكرمه نعم. بعد, بعد بعد ما وصلنا اسماعيل حقيقه هذه نقطه ايجابيه جدا واضحه هناك تحديد لمسارات الحجاج داخل الساحات هناك تحديد للمسار المحدد سواء حتى لا يتصادم الحجاج الذين يرغبون في الاتجاه شمالا وغربا ال ال في داخل الساحات هناك ممرات هيئت تحديدا لكي يتحدث فيها يتحرك فيها عفوا حجاج بيت الله الحرام سواء خروجا من المسجد الحرام او دخولا اليه العمليه كانت منظمه بالفعل الجهود تذكر فتشكر اليوم نحن الحمد لله نقف على اولى عتبات النجاح في موسم حج هذا العام ان شاء الله تعالى وانطلاقه الموسم اليوم من خلال صلاه الجمعه واداء اكثر من مليوني مصلي في اجواء طمانينه والله الحمد وراحه وسكينه الحمد لله الامور كلها مطمئنه الحالات الحمد لله لم تسجل اي حاله من حالات التدافع الاختناق لا سمح الله نعم الامور الحمد لله كلها يسر ويثلج صدر كل مسلم يتابع يعني اخبار الحجيج نعم يعني خالد تنظيم التنظيم كان محكم في ساحات مسجد المسجد, المسجد الحرام اليوم تكسير الافواج البشريه التي قادته الفرق الامنيه كان تكسير مميز كان توزيع المهام بين هذه القوات واعطاء الاولويه للدخول الى المسجد الحرام في الفترات الاولى قبل اداء صلاه الجمعه هذه كانت الاليه الاولى الاليه الثانيه كانت من خلال الخطة التنفيذيه التشغيليه ان يعطى الاولويه للخروج من المسجد الحرام حتى يكون هم اصحاب من يسيروا الحركه فكان اتجاه موحد لم يكن هناك نعم الحمد خالد. لله اي تضاد في الاتجاهات الجميل جدا الحمد لله انه الحجاج يرفلون في هذه الاجواء الايمانيه باجمل الحمد لله الخدمات واجمل الحمد لله الراحه والطمانينه والسكينه، نتمنى ان شاء الله تعالى انه غدا يوم التصعيد ان شاء الله يكلل ايضا بالنجاح من خلال الاعمال الله. ان شاء الله التنفيذيه. نعم كان معنا من المسجد الحرام موفد الاخباريه خالد اليحيوي شكرا جزيلا لك خالد.